السلام عليكم ومرحبا بكم كامل. اليوم نتكلموا على واحد الحادثة التاريخية اللي صارت بالك صارت غير في الجزائر. هذا الحاجة ربما حتى المغول ما داروهاش ولا التتار. الخطرة اللي تسمات حادثة كما هذه في التاريخ كانت في العهد الروماني، نهار نيرون كان حرق ولا شعل النار في روما، يعني شعل النار في العاصمة ديالو. هذه الحادثة صرات في الجزائر في وقت الأمير عبد القادر، وهنا تشوفوا كيفاه كان المخ تاع بعض الجزائرية كان يخدم. الواقعة هذه صرات في نوفمبر 1835، نهار الجنرال كلوزيل طلع من وهران باش يروح المعسكر ويصدم عليها. في الطريق ديالو عدام جزم الغابة تاع مولاي اسماعيل، وعدام نهر السيق، ووصل حتى الواد المقطع وين صرات هذيك المعركة بين الفرنسيس والأمير عبد القادر من قبل. وكي كان ماشي كان عبد القادر يستناه ويعس فيه ويشوف إلى بالك كان يعطيه الفرصة باش يصدم على القوات ديالو. بصح كلوزيل تحلب له وراح صقم الصفوف ديالو وما خلى حتى بلاصة باش يصدم عليه الأمير عبد القادر. من ثم الأمير عبد القادر كان سبقه في طريق اللي كان رايح المعسكر، وكان صاب بلاصة ومركز فيها القوات ديالو، يعني كان صاب موقع استراتيجي. وكان عبد القادر هنا صقم الجيش ديالو كما يقولوا تاع واحد قائد عسكري توب، يعني واحد من وكما شفنا في القراءات السابقة هو كان درب هذا الجيش وولفهم على القتال، وكانوا حلفوا بلي كما حلفوا اللي يبقاو موراه الى اخره. والجيش تاع الامير كان دا اربع مقامات تاع العباده، والفرنسيس ولاو داوهم متزيريه هذوك. ومن ثمك كتب لك العرب بداو يتيروا برك غوش دروات، بصح الفرنسيس رجعوا عليهم بالمدافع والجزيرية حبسوا يتيروا وتفرقوا. وفي هذيك الاشتباك عبد القادر كان يوجه ثاني كان قاعد يوجه المدفعية هو شخصيا كما كتب الكاتب هنايا. والتوجيهات ديالو كانت دارت لحقت خسارة بواحد الكاتبة في المعسكر الفرنسي. وثاني عبد القادر هنا ضد هذه الكاتبة قد المشات، يعني هنا عبد القادر يدير كل شيء، يوجه الصواريخ، يمشي مع المشات، يقاتل مع الفرسان. وبالحماس كي شافوه الجيش هذا شافوه معهم زاد فيهم الحماس وهجموا، بصح ما كانش جاب الفايدة. وتزيريا ولا ولورا وكان انسحبوا في الفوضى ولا في الاناركي كما العادة، يعني انسحاب اهرب برك كي جبدوا للور. وكانت فرقة من الجيش تاع الامير اللي كان دارها في واحد البلاصة اللي كانت الغابة تحمي الجنب ديالهم. بصح بعد القتال الفرنسيس داو هذيك الغابة اللي كانت تحمي الجانب تاع جيش الامير عبد القادر، ولقاو لوحدهم الفرنسيس في الطريق بالمدافع ديالهم. وفي هذاك الوقت العرب خلوا كامل المواقع اللي كان دار لهم الامير عبد القادر، الخاوة كامل الهرب يسلك.
وعبد القادر حاول به يجعلهم ينسحبوا بنظام، يعني تنسحب وتقاتل. بصح الخواه الهرب يسلك، ما عبد القادر ما سمعولوش كامل، الناس كامل تجري. وكي وصل الليل كما قلنا عبد القادر الارشادات ديالو الناس تدخل منا وتخرج منا من الوذن ديالهم، واحد ما جايب خبر واش راه يقول لهم الامير عبد القادر. وفي نفس الليله الجماعه اللي كانت المشات ولا الناس اللي كانت طابي هربت له، يعني تخلت عليه، الناس كامل هربت له. وحتى الفرسان اللي كانوا معه البعض منهم كانوا ولاو لديارهم، والبعض الاخر راح اصدم على معسكر. وعبد القادر ثاني قال لك راح لواحد البلاصه قريبه للمعسكر، وهي تاع مواليه، يعني الخواف حتد، وهو ثاني حكم طريقه المعسكر ثاني. يعني تخيلوا انت تكون في بلاصة الامير عبد القادر هذاك الوقت، تخيل واش كان راح يدور في راسك، يعني بعد الناس كامل فحتت، يعني هذوك السنوات تاع التدريب والشهيره اللي كانوا يقبضوها الجماعه، يعني الجماعه الجيش النظامي ديالو، كل شيء كتب لك هنا ذاب كما يذوب الثلج في الماء ولا في الشمس، يعني كل شيء راح هباء الريح في رمشة عين كما يقولوا. وهنا كما تكلمنا الجيش الجزائري كان ولا جيش الامير عبد القادر كان 10,000 مقاتل و4 مدافع، يعني كل شيء راح، كل مدافع كل مجاهدين، وراحت ثاني معسكر ونهبوها اولادها، يعني سرقوها اولادها كما قلنا. هذه الحادثه ربما في الجزائر برك صرات، ولا في روما نهار نيرو كان حرق العاصمه ديالو. يعني وفي هذا اللحظه ثاني كما كتب الكاتب كتب لك بلي حتى تلمسان راهي راح تطيح في زمن قصير في يد الفرنسيس. وثاني القبائل ولا العشائر يروحوا يطلبوا الامان من عند الفرنسيس. وكتب لك بليك حتى بعض الشيوخ تاع العشائر اللي كان عبد القادر تاكل عليهم اكثر من حتى واحد، هما ثاني خلاوه وحده وفحته. ومن ثمك عبد القادر كما قلت لكم، تخيلوا واش كان يدور في راسه. الكاتب هنا كتب لك بليك عبد القادر حسوا بالإهانة ملي واش صرالو وصرا للسمعة ديالو، يعني الجيش تاع المجاهدين اللي رايحين يجاهدوا ويستشهدوا فحتو كامل، يعني واحد ما بقى معاه، هما راحوا في طريق وهو راح في طريق ثاني. المهم في 6 ديسمبر 1835 كلوزيل كان دخل لماسكار، يعني ماسكار طاحت في زمان 6 أيام، لقاها فارغة ونهبوها وسرقوها الخاوة، خلاوها الفرسان اللي كان تاكل عليهم الامين عبد القادر. وكي وصل ثم قال لك لقى غير اليهود اللي كانوا مخبيين ثم، وجاو تحت الفرنسيس. المسلمين ولا العرب كانوا عافوا باش يديو اليهود معهم، هما هربوا ما استحاوش مروحتهم، بصح استحاو باه يدو اليهود معهم. المهم كل واحد حر في القناعات ديالو.
والفرانسيس كانوا يريحوا ثم حتى الثمانية تاع الشهر، يعني يريحوا يومين. ومن بعد ذلك جاهم الأمر يخلو مدينة معسكر. الغدوة من ذاك كتب لك بليك ظهر فارس قدام البيبان تاع معسكر، وقال لك هذا الفارس كان هو الأمير عبد القادر. لي الاخبار خرج بليك راه وصل لمعسكر، اول العرب جاو عاودوا جاو عنده شويه خايفين. وكتب لك من هذوك اللي جاو كان واحد اغا تاع بني هاشم وواقيلا واسمو الهواري، وهذا السيد كان واحد من هذوك اللي هجم على معسكر، يعني هو تحت الأمير عبد القادر بالصح راح ينهب معسكر، وكان سرق الباراسول ولا المظلة الشمسية تاع الأمير عبد القادر وجابها له باش يعطيها له. الأمير عبد القادر خزر فيه خزرة من فوق للتحت وقال له هذيك المظلة خليها عندك، بالك كاش نهار انت ثاني تولي سلطان. وفي نص النهار جاو هذوك الشيوخ ولا الزعماء تاع العشائر اللي كانوا هربوا. الامير عبد القادر كان خزر فيهم نص خزره، يعني خزر فيهم بالمقلوب. واحد منهم قال لك حكموا الده الكوراج ولا زعما الده النيف، وسقسى الامير عبد القادر قال له واش هي الاوامر ديالك. والعبد القادر تعجب وقال له الاوامر ديالي هي به تعفيوني من هذه التعبيه اللي درتوها فوق عنقي ولا فوق كتافي، واللي انا قبلت بها غير على جال مصلحه الدين. خلوا العشائر يخيروا الواحد اللي يخلفني وتقول للشيخ الجلالي شكون راكم خيرتو، وانايا راني رايح للمروك. يعني شوفوا هنايا الاوضاع، يعني هذا الحكايه اللي سرد هذا الكاتب واللي شافها الامير عبد القادر ثاني. المهم كل واحد حر باش يخرج بالاستنتاجات ديالو. في نفس الوقت قال لك الخاوه كامل نزلت وبدات تبوس يدين الامير عبد القادر والبرنوس ديالو وطلبوا اسمح منه على الماضي، يعني الماضي اللي كان اربع ايام برك ولا ثلاث ايام من قبل، وثاني حلفوا له باه يكونوا مخلصين ولا يكونوا اوفياء في المستقبل. وكتب لك هنا بليك كان هو تزير على هذا الجماعة اللي كانوا تحته، كان هو باباهم وكان ربي هو اللي خيره باه يمشيهم. كلا تخلى عليهم هذو يروحوا يقعوا تحت الكفار، بصح في وقت الزهط والصهط الخوة كامل تجري، ما كان لا جهاد لا والو، تبع برك تبع وهرب. عبد القادر كيسمع لهذا الخطاب ديالهم قال لك طلع له الدم في راسه في الخدين ديالو، خاطرش الناس ولا واش قالوا له كان ضربوا في القلب وعفى عليهم وقال لهم ايه ما لا نخليه في يد ربي، بصح اتفكروا باللي كراني نحلف ما رانيش داخل لمعسكر غير للجامع حتى تردوا الثار ديالكم للخسارة اللي درتوها. ومن ثمك الأمير عبد القادر قال لهم راني نشوف الخوانة بيناتكم، هما الخوة قاع فحتت، بالصح حصل هذا السيد اللي كان واسمه معمر، يعني الخوة قاع فحتت بالصح الموس كامل مسحوه في هذا السيد. وقال لهم ها هو معمر، ها هو معمر واحد منهم. وثم قال لك حبسوه وخنقوه لهذا السيد. ومن ثمك الجزيرية ولا الأمير عبد القادر واللي كانوا تحته ولت لهم الثقة باه يعاودوا يشدوا الجهاد. ومن ثمك أبعث للقبائل الأخرى باش يرجعوا يكملوا المسيرة
ديالو. المهم نخليكم هنا ونتمنى عجبتكم الحصة، وكما يقولوا هذا من هذا شط من التاريخ تاع الجزائر، وكما نقولوا ولا كما تعرفوا التاريخ يدين الأمم ويدين الشعوب ثاني ويدين القيادة ثاني، يعني واحد ما التاريخ ما يرحمش. المهم هنا باش نتعلموا من الأخطاء اللي داروها السابقين، ونحييكم ونتلاقاو معكم في حصة واحدة أخرى، ويعطيكم الصحة.